شوفوا شلون حصلت لكم يأجرون لكم السيكل الساعة بدينارين، يعني تقدر تأخذه وتتمشى فيه في سوق المنامة. بحط لكم الحين الأسعار، مكانهم في باب البحرين بالضبط. هاي باب البحرين، هذه محل رحلات المنامة. وايد عجبني ذي المحل، حرفتنا حق الحرف البحرينية، دائما حق أصحاب الحرف البحرينية. خلينا نشوف وياكم المحل. هلا سيد، شخبارك؟ يعطيك العافية. من وين والله المكان؟ خوش مكان والله. أكل سيد مرتضى، خطاط بحريني، خذ لكم على أي شيء تبونه. شو ما شاء الله مخطوطاته، وايد أحب هالخطاط الصراحة. الله يسلمك ويطيبك. شكرا لسعادة الشيخ خالد بن حمود الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض على هالمكان الحلو دعما لأصحاب الحرف البحرينية.